بص، هو هنا بيقرا كل المعلومات، بيقرا كل الداتا وبيقرا كل البوليان. لو احنا ما عندناش كده ممكن نقول له بيلدينج كريشن ويزارد، وبيدينا شاشات بيسالنا اسئله كتيره ونبدا نجاوب عليها، بحيث ان هو في الاخر يدينا النتائج بتاع تحليل المشروع. طيب، في سؤال بقى حلو انا اجابتي عليه هتبقى مختلفه عن الاجابه بتاعتكم كلكم، تمام؟ لسبب هقول لكم عليه دلوقتي. يعني ايه الفرق بين ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي في البيم؟ لو سمح حد يجاوب عليه واقول لكم ايه الفرق. حد عارف الفرق بينهم؟ ايه الفرق بين الحاجات بتاعت البيم 3 دي وال 4 دي وال 5 دي؟ اكيد حد فيكم سمع الموضوع ده، فيا ريت بس حد يشغل مايك كده يقول لنا. باشمهندس ادهم، باشمهندس يحيى، باشمهندس احمد. السؤال، ايه الفرق بين ال 3 دي وال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وال 7 دي؟ اي حد يفتح المايك ويجاوب. هو ال 3 دي الابعاد العاديه ال x وال y وال z، ال 3 الاربع ابعاد يدخل معاهم الزمن، مش تمام. عارف بقى الخامس، الخمسه دي ده ايه. طيب، بص، الاجابه اللي هتلاقيها على موقع الانترنت ان ال 3 دي زي ما حضرتك قلت ثلاثي الابعاد، ال 4 دي بعد الزمن، ال 5 دي تمام. انا عارف ان في 9 دي، ماشي هقول لك على كل الحاجات دي. ال 5 دي المفروض ان ده تقدير التكلفه، ال 6 دي المفروض ان هو الاستدامه، ال 7 دي المفروض ان هو الفاسيلتي مانجمنت، تمام. ال 8 دي وال 9 دي اختلفوا فيها، فواحد قال لك السيفتي وفي واحد قال لك ان هي البراماتيك والحاجات دي كلها. الصح، الصح، سيبكم من الالفاظ دي، سيبكم من المصطلحات دي. هو في فرق بين ال 2 دي وال 3 دي ان احنا ضفنا بعد الزد، فكده انا كده عندي 3 دي، لكن ال 4 دي انا ما ضفتش حاجه جديده، ما ضفتش حاجه زمن، ما ضفش، ما غيرناش حاجه في الزمن، تمام. طيب، لو احنا بنتكلم مظبوط، الفور دي الزمن والفايف دي التكلفه، انت مش تقدر تحدد الزمن من غير ما يكون عارف التكلفه، يعني المفروض العكس، المفروض تعكسهم. عشان كده بقول لك بلاش الالفاظ لانها هيحصل لك لخبطه. السكس دي الاستدامه، طب ترتيبها ايه؟ طب لو انا عايز المشروع يكون فيه استدامه وفيه فاسيلتي مانجمنت بس مش عايز زمن ولا عايز موضوع تقدير التكلفه، مش عايز الفور دي والفايف دي، هتمشي؟ يبقى عندي 3 دي 6 دي 7 دي. فسيبونا من المصطلحات ديت، تمام؟ ركز على الفايده نفسها، يعني بدل ما تقول 4 دي قول احنا بنضيف بعد الزمن. يعني بنضيف بعد الزمن؟ يعني بشوف المبنى وهو بيتبني واحده واحده. طب ده لازمته ايه؟ ان انا اظبط خطوط الامداد، ان انا اقول له ان الحاجه دي انا عايزها فيهم كذا، تمام؟ يعني ليها فايده؟ ليها فايده. فاللي انا احط اضيف بعد الزمن بحدد من خلال ان انا بربط ببرنامج زي البرمافيرا او ام اس بروجكت ان الحاجه دي انا محتاجها في شهر فبراير، فقبليها بشويه بقول له انا عايزها في شهر فبراير، تمام. الفايف دي بحدد تكلفه العنصر قد ايه، وكل ما بنمشي في الوقت كل ما الارقام بتبقى دقيقه معايا. 6 دي انسى 6 دي، يعني سميها 10 دي، المهم ان انا عايز احقق استدامه، فعشان كده ما بحبش اقول 6 دي، بقول استدامه. ال 7 دي هي الفاسيلتي مانجمنت اللي هو اداره المبنى، تمام. وحاول ان انت تركز على تختار حاجه كده تركز عليها وتبقى انت بروفيشنال فيها، تمام. دي الفرق بين الحاجات، وسيبكم من الارقام، المهم ان احنا عرفنا كل واحده فيهم بتعمل ايه. طيب، هنا هتلاقي الحاجات 2 دي، هنا هتلاقي ال 3 دي. بص، المبنى كله ظاهر اهو، هيحدد لي بقى الاكستيريور فلور، الانتيريور فلور، السيلينج، الويندوز، الانتيريور وول، وكل واحده من دول بتبدا تظهر معايا.
تقدر تدوس هنا وتختار تقول له انا عايز الوول باي كونستراكشن، عايز الويندوز، وتبدا تعرف مثلا عايز اللايت، وكل ما تقف على واحده بيبدا يجيب لي ايه الحوايط او ايه الحاجات اللي موجوده في هنا، والاقي هنا بروبرتيز الخصائص عشان تحدد الحاجه دي هتشتغل ازاي او امكانياتها ازاي او الحاجات دي كلها. تمام، فبيقول لي مثلا دي الكونستراكشن بتاعتها كذا، دي جزء من اني سبيس، دي السيرفيس نيم اسمه كذا، دي لايت. تمام، كل المعلومات تدخلها عشان يديك الحاجه دقيقه. طيب خلينا نبدا من الاول البروجكت اند سايت. تمام، هيبدا بقى ايه ندخل الداتا. اول حاجه انا عايز ادخلها طبعا ان انت بتدخل معلومات المبنى، خلاص دخلناها البروجكت داتا لو انت في معلومه عايز تدخلها. خلينا ندخل بقى السكادول. يعني ايه سكادول؟ يعني السكادول ده هنستخدمه كتير بعد كده، يعني لما نيجي نعرف مثلا الطاقه فبقول له من الساعه كذا للساعه كذا. طيب هتلاقي عندك المتقسمه دي لايت، يعني ديلي في اليوم او ويكلي او انيوال. طيب لو فتحت اي واحده فيهم هتلاقي ده الانيوال، هتلاقي هنا الويك ايام الاسبوع كلها اهيت، هتلاقي هنا الدي سكادول ظهر معايا هنا عشان تبدا تدخل الحاجه دي من الساعه كام للساعه كام. هتعمل جدول اهو، كل دي جداول موجوده، تبدا انت تعمل جدول خاص بيك وتقول له ان استهلاك انا في الساعه في ال وانا جايب لي ال 24 ساعه، فانا بقول له هتبقى بنسبه مثلا من الساعه كذا للساعه كذا انا هشتغل مثلا بكامل طاقتي، واحد مثلا. الله يسلمك. طيب بمعنى ايه؟ انا هنا هقول له مثلا في اليوم ده انا هنا مثلا 0.5 الساعه 1 بالليل، هنا 0.5. الجدول دي بتعمل مره واحده وخلاص، بعد كده بتقدر تضيفها في اي لحظه. ماشي؟ طيب دي مثلا ممكن بعد كده تستخدمها في استهلاك الكهرباء، في استهلاك الميه، في استهلاك التكييف، في استهلاك الاناره. يعني انت بتجهز الجداول دي وبتفكر فيها، هل انا محتاج ان انا اشغل التكييف في كامل طاقته؟ اقدر احنا مثلا احنا قاعدين اربع شباب في شقه، واثنين شباب مثلا بيروحوا الشغل واثنين بيفضلوا موجودين في البيت، او حبه بيشتغلوا بالنهار وحبه بيشتغلوا بالليل، فاكيد استهلاك الكهرباء ما بيبقاش كله زي بعض، لا بيختلف من الساعه كذا للساعه كذا. طيب انت هنا ممكن تحسبها بالفريكشن او اون واوف. اون واوف يعني ايه؟ يعني شغال او مش شغال. طيب ممكن تقول له لا ده انا عايز احسبها بالنسبه مثلا. تمام، لا ده انا عايز احسبها مثلا بتمبريتشر. يبدا تشوف انهي طريقه للحساب، ممكن تقول له اون اوف او فلاج. تمام، عشان غيرت الارقام اللي هنا. تمام، تبدا انت بقى تدخل القيم اللي انت عايزها. ماشي، هنا مثلا الاسبوع بيقول لك ان في، انت مثلا لما تقول له التكييف هتختار مثلا الجدول اللي هو اي اي ام 0229، ده انت عارف ان هو انت عامله مثلا ان يوم الاثنين هناخد انهي جدول بالايام، ويوم الثلاثة هيبقى انهي جدول من الايام اللي احنا اخترناها. وهنا عندي يوم هوليدي وعندي يوم هيتنج اند هيتنج ديزاين الحر وكولينج ديزاين. يعني اول حاجه بدخلها الايام دي، الايام بتاعتي اليوم بتاعي 24 ساعه هيبقى النشاط فيه عامل ازاي. خلي بالك ان الجداول دي بتتعمل مره واحده بس، او بتاخدها جاهزه وتشتغل عليها. بعد كده في الاسبوع هتبقى عامله ازاي وانيوال. تمام، تقدر بقى تحدد من يوم كذا ليوم كذا هنستخدم انهي جدول، ومن يوم كذا ليوم كذا يعني انسيرت ويك مثلا او اد ويك. تمام، هقول له بقى من انا من 12، من مثلا من 12 ل 31، وممكن مثلا هنا من 1 ل 11 هنشتغل بقى جدول ده مثلا انا ممكن اشيله. يبقى انا بحدد الاشهر والايام والسنه اللي الايام هتشتغل فيها. تمام، طيب بعد كده ده البيلدينج شيل.
اللي هي كل عناصر المبنى، كل الحوائط، كل حاجة. نقدر نيجي على واحد فيهم ونقول له بروبرتس، ونبدأ نحدد الخصائص أو الماتيريال اللي إحنا عايزينها. طيب خلينا ننزل تحت خالص، أي الجداول هيد برضو. هنا أنا عندي مثلا عايز أضيف في حيطة إن في إزاز موجود، ويندوز موجودة، تمام؟ فهنا ممكن أقول له إيه، ويندوز لاير، كرييت ويندوز لاير. إحنا عايزين الويندوز يبقى فيها مثلا لاير معينة، تمام؟ هقول له إن دي مثلا جلاسز. فإحنا كده ضفنا نوع من أنواع الإزاز اللي بقى موجود معانا في الحساب بتاعتنا، تمام؟ طيب هيقول لي الويندوز ديت هيبقى السيكنس بتاعتها قد إيه؟ الكونديفتي قد ايه؟ بتدخل بقى كل المعلومات الخاصه بالنفاذ اللي موجوده. الاعداد دي الاعدادات التلقائيه بتاعت الازاز، عايز ان انت تعدل فيها تقدر ان انت تعدل في القيم بتاعتها. طيب بعد كده ده الويندوز لاير. ممكن بقى الازاز ده نفسها نقول له كريت جلاس تايب، هنقول له دي نوعها هيبقى جلاس تايب 3. الكريشن اوبشن ممكن تبدا من الصفر، او في حاجه موجوده تبدا تختار منها، او تنسخ حاجه موجوده بكل القيم بتاعتها. طيب لو هتبدا من سكراتش هيقول لك اختار بقى التايب، يا اما تختار مثلا جلاس لايبراري، او ممكن تقول له سمبلفايد. اوكي شيدنج، الشيدنج قد ايه؟ فانت بتدخل الحوايط اللي موجوده عندك، الجلاس تايب، الشيدنج قد ايه، لو في شيدنج للازاز ممكن تخليها صفر لو انت عايز. طيب انا عندي هنا الماتيريال، تمام؟ هاجي اقول له انا عايز اضيف ماتيريال عشان بعد كده اضيفها الحيطه. الماتيريال ممكن تديها اي اسم انت عايزها، تمام؟ طب هتبدا من الصفر، لو هتبدا من الصفر محتاج مثلا ماتيريال تايب، او تقول له انا عايز انسخ من الواحده موجوده اصلا، هات لي كل الماتيريال الموجود وانا اختار الماتيريال اللي انا عايزها. بعد ما بتعمل الماتيريال تبدا تختار حيطه مثلا معينه وتقول له الماتيريال الموجوده فيها. طيب هنا الماتيريال ممكن تقول له بقى اللير، اللير بتتكون من كذا ماتيريال، يعني اللير بتاعت الحيطه هتبقى اكتر من ماتيريال، فممكن تغير النوع تقول له لا انا عايز النوع ده في الخارجي والنوع ده في الداخلي، والمعلومات بتاعتها هو بيقراها من الماتيريال اللي موجوده هنا. طيب بعد ما خلصتها هتدخل بقى في الكونستراكشن، اللي هي الحيطه نفسها بتبقى مكونه من اكتر من لير. كل دي انواع كونستراكشن، كل دي انواع حوائط موجوده تقدر ان انت تدخل الداتا بتاعتها. طيب بعد كده ده في جزء خاص بال الاجهزه الكهربائيه، انترنال لود او الاحمال اللي موجوده، فتقدر ان انت برضو تشوف ايه الاحمال اللي موجوده. على سبيل المثال دي الجداول الموجوده هنا، لو في عندك لايتنج او لامب تقدر تقول له انا عايز احط لامب مثلا، تختار الكاتيجوري بتاعتها والريتد لايت اوت بوت والريتد باور، تقدر تدخل البيانات بتاعتها. وهنا السايز تختارها فلورسنت، يبدا ان هو يختار اللامب. بعد ما تختار اللامب بتقول له بقى دي انا واحده، هعمل لك واحده جديده اهيت، وتشوف الريشيو بتاع الغرفه. السايز بتاعها هي دي المفروض تبع مهندس الكهرباء، ف ما لهاش دعوه بالعماره. طيب بعد كده تدخل المهندس التكييف بيدخل الدايره بتاعت التكييف الووتر، وبعد كده بيدخل الاير سايت، مش هنتكلم فيها بس هو ده شكل مثلا الاشكال اللي احنا عملناها. تقدر ان انت تضيف بامب، تمام؟ كريت بامب او كريت شيلر وتعمل الدايره زي ما انت عايز. طيب بعد ما خلصت خالص ودخلت كل الداتا هتيجي هنا تقول له بيرفورم سيموليشن، فهيبدا يجيب لك بقى ايه دراسه لكل حاجه موجوده في المبنى.
ده سيموليشن بروجريس، بيبدأ يدرس كل حاجة في المبنى. وزي ما بقول لكم اهتموا بعد ما عملنا الريفيت، خش على جرين ستوديو، خش على انسايت، خش على الايكويست، يبقى انت كده عرفت اقوى برامج موجوده في السوق في مجال الاستدامه، وكلها ايكويست مجاني. الاثنين التانيين بيجوا مع الريفيت لو انت معاك نسخه للطلاب او شاريين نسخه ريفيت، بيشتغل معاك البرامج دي عادي وهي كلها سهله. طيب بيقول لي ايه؟ ان هو كده خلاص ران سكسفلي. بيقول لي ريتيرن تو انبوت لو انت عايز تعدل حاجه في المبنى، او فيو سامري ريزولت، او فيو ديتيل سيموليشن اوت بوت فايل. انا اقول له دلوقتي انا عايز سامري، عايز ملخص، فيبدا يجيب لي الدراسه بالشكل دوت. تمام، الالكتريكال والجاز اهوت والاستهلاك كل حاجه. طيب انا عايز حاجه تانية بقى، خليني نقول له ريتيرن تو بيلدينج، وهرجع تاني اقول له اوكي. هيعمل الدراسه تاني، المرة دي بقى مش هقول له انا عايز سامري، هقول له عايز حاجة مفصلة. تمام، هقول له فيو ديتيل سيموليشن. بيقول لي اختار ليه ممكن يكون في اكتر من حاجة، سيلكت اول اوبن. ممكن اكون عامل الترناتيف، فهو يبدأ يجيب لي التفاصيل بتاع كل حاجة موجودة في المشروع. بيقول لي ان هو اتعمل من الريفت، ويبدأ يجيب لي كل تفاصيل لكل حيطة موجودة، بكل روم موجودة، كل الماتيريال موجود، كل السبيس. فلو في أي حاجة فيها مشاكل هيبدأ إن هو إيه ينبهني ليه. طيب لو أنا عايز أتأكد إن المبنى بتاعي كويس، بدوس على الزرار ده، بيقول لي ان مفيش مشاكل. تمام، الزرار دوت لو في اي مشاكل بيبدا ينبهني ليه. تولز برضو بلاقي عندي حاجه اسمها كواليتي كنترول ريبورت، لو في اي مشاكل برضو بيبدا هو جاب لي سامري، لو في اي مشاكل هيعمل علامه اكس جنبيها ان هنا في حاجه فيها غلط. تمام، هنا كيو سي ديتيل بيقول لي ان الاكستيريور انفلوب تشيك في واحدة فيهم فيها مشكلة، فتبدأ تعمل تشيك عليها. هي مش غلط كبير، لو غلط كبير ما كانش عمل دراسة، بس هو ايه بينبهني الحاجات حتى اللي يعني ممكن يكون فيها شك. تمام، دي كلها حاجات بقى ايه يعني. هنا بقى اليوتيليتي، ممكن تدخل بقى التكلفة بتاعت الحاجة، تبدأ تديله المعلومات الخاصة بالتكلفة، معلومات المشروع، هيت السايت، الكونتراكت انفورميشن، الكيو سي ريبورت، ال 3 دي في ديتيل، لو في حاجة عايز تخفيها تقدر انت تخفيها، الالكتريكال ميتر. تمام، دي حاجة خاصة بالكهرباء بس سريعا يعني، تقدر ان انت تدخل الداتا الخاصة بالكهرباء والترانسفورمر لوس والريشيو والحاجات دي كلها، وكذلك الفويل عشان لما يعمل دراسة يبقى عارف ان الانسب ليك. ممكن تخليها بدل الفويل ممكن تخليها ال بي جي او فويل اويل او ديزل، او لان ممكن تكون تختلف من بلد لبلد الاسعار.